شدد أحد عواقل مطروح العمدة عمران أمبيوة على أن أبرز رسالة للمشروعات التنموية والسياحية التي تنفذها الدولة في محافظة مطروح أن مصر آمنة بكل حدودها. جاء ذلك في لقاء خاص للتلفزيون المصري على هامش الزيارة الرئاسية لمحافظة مطروح. كان أولاً كان في جو مفعم بالحب والود بين سيادة الرئيس وبين العواقل والعمدة والمشايخ. الرساله اللي انا باكد عليها فعلا ان كون ان هو بينشئ مؤتمر عشان مشروعات سياحيه عملاقه على الحدود مع دول المجاوره، ده بيوجه رساله ان مصر امنه من كل الاتجاهات الاستراتيجيه سواء الغربيه او الجنوبيه. فدي رساله في المقام الاول. الرساله الثانيه ان سياده الرئيس بيقول للمواطن اللي هو موجود في اقصى الحدود الغربيه انت في بؤره اهتمامي زيك زي المواطن في القاهره.